مرحبا بكم أحبائي، السلام عليكم. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في صحة جيدة وتكون أحوالكم طيبة بإذن الله. أريد من خلال هذا الفيديو أن أتحدث معكم عن أقوى المجالات. إذا كنت تريد أو كنت تريدين أن تدرسي أو تشتغل أو تعمل أوس بيلدونغ، تدريب مهني، أي شيء مثلا في ألمانيا، في بلادك، في أوروبا، في العالم، ما هي المجالات المطلوبة بشكل رهيب وشكل كبير في ألمانيا وفيها نقص، وبإمكان الشخص أن يجد عملا بسرعة، عملا بسرعة بمرتب مغري ومرتب جيد، ويكون له مستقبل كبير في ألمانيا مثلا. المجالات على ما يلي، سوف أبدأ بالمجال الأول، هو المجال الطبي. إما دراسة، إذا كان الشخص يرغب بالدراسة فإني أنصح أن يدرس الشخص يعني شيء خاص بالمجال الطبي، إما طب، الطب يعني ميديتسين، الطب. الدكاترة في العالم أو في ألمانيا يوجد نقص كبير في هذا المجال، مجال الأطباء في ألمانيا. لذلك شجعوا أبناءكم أو شجعوا أنفسكم على دراسة الطب. إذا لم يريد الشخص أن يدرس الطب فليشتغل أو يعمل تكوين مهني أو أوس بيلدونغ في المجال الطبي، مثلا في مجال التمريض. مجال التمريض فيه نقص كبير جدا في ألمانيا. أو الاهتمام بدور العجزة، يعني مجال التمريض بالنسبة للبنات، ممرضة كخانكن شفيستا في ألمانيا أو ممرض كخانكن بفليجا، أو يعمل الشخص مثلا ألتن بفليجا هيلفا أو ألتن بفليجا. في هذا المجال يوجد شغل كبير وشغل كثير، الواحد يكون نفسه أيضا في هذا المجال والتكوين يكون جيدا. ويمكن للشخص إذا لم يعجبه الحال مثلا في ألمانيا أن يشتغل في أوروبا، مثلا في السويد أو في سويسرا أو الدنمارك أو عموما الدول، النرويج، الدول الاسكندنافية، تدفع ضعف ما يكسبه الشخص في ألمانيا مثلا. إذا هذا المجال مجال مهم. المجال الثاني مثلا هو مجال الخاص بالميكانيك، أي شيء خاص بالميكانيك أنصح الشباب أيضا أن يدرسوه أو يتعلموه، إما دراسة. إذا كنت تحب الدراسة في الجامعة فحاولوا أن تدرسوا أي شيء خاص بميكانيك، ميكانيك صناعة الميكانيك مثلا، ماشينن باو، صناعة الميكانيك ماشينن باو، أو شيء خاص أيضا بالتشنيك، ميديتسين تشنيك، يعني صناعة الميكانيك وإصلاح الميكانيك الطبية، مطلوبة بشكل رهيب في ألمانيا. أو كل ما يخص الميكانيك، ميكانيك السيارات التي تسمى ميشاترونيكا أو كا اف زد ميكانيكا، أو كل شيء يخص الميشاترونيكا مثلا، أي ميكانيك كيفما كانت، كانت للسيارة، كانت للطائرة، كانت للشاحنة، كانت لآلة لصناعة شيء ما، مطلوبة بشكل رهيب في ألمانيا ومطلوبة بشكل رهيب في كل العالم، ولن تندموا. حتى إذا كنتم حاليا متواجدون في المغرب، الجزائر، تونس، مصر، الأردن، السودان، الصومال، إريتريا، سوريا، العراق، الأردن إلى آخره، حاولوا أن تعملوا تكوين مهني أو تدريب مهني في مجال الميكانيك في بلدانكم أو تتعلموه في الجامعة. مستقبله كبير في ألمانيا، مستقبل بله كبير في العالم بأسره، حتى في أمريكا إلى آخره. مجال الميكانيك حاولوا أن تعملوه إذا كنتم ترغبون بمستقبل كبير وجيد في ألمانيا. المجال الآخر المهم والذي لديه مستقبل رهيب ومستقبل كبير هو مجال الحاسوب والمعلوماتية، يعني لانفورماتيك، انفورماتيك. مجال الانفورماتيك مجال رائع، علم الحاسوب، إما أن تدرسه في الجامعة، تدرس الانفورماتيك، العلم الكمبيوتر وعلم الحاسوب في الجامعة، أو تعملونه أيضا كتكوين مهني، كتدريب مهني، يعني عامل حاسوب فاخ انفورماتيكا، يعني فاخ انفورماتيكا، أو أي شيء يخص الحاسوب ويخص صناعة أو عمل السوفت وير، يعني السوفت وير الخاصة مثل الأمور الخاصة بالكمبيوتر، البرمجة، علم البرمجة أو علم صناعة الأبليكيشن، الأب، التطبيقات، الكمبيوتر إلى آخره، كل شيء خاص بالكمبيوتر، كل شيء خاص بعلم المحاسبة، إما دراسة في الجامعة
أو إما أوسبيلدون مطلوب بشكل رهيب في ألمانيا، ولن تندموا إن عملتموه، أو حتى في بلدانكم أو حتى في العالم. أيضا أن تدرسوا أنفورماتيك أو مثلا فيرتشافتس إنفورماتيك مطلوبة بشكل كبير. فيرتشافت هو الاقتصاد، والإنفورماتيك هي الحاسوب، وهو مطلوب أحسن من أن تدرس الاقتصاد وحده. الاقتصاد وحده دراسة ليس بالشيء يعني الكبير والجيد، يوجد شيء ما صعوبة في إيجاد عمل. الأمر الآخر بالنسبة لمن لا يريد مثلا الدراسة في الجامعة، هناك مجالات جيدة ومجالات رائعة جدا، مثلا المجال الحرفي. إذا كنت شخص حرفي مطلوب بشكل رهيب في ألمانيا، الحرفي مطلوب بألمانيا، حتى في أوروبا، حتى في السويد، حتى في سويسرا، حتى في النرويج، حتى في فرنسا، بريطانيا، أمريكا، الحرفي شخص مطلوب بشكل رهيب، صباغ مطلوب بشكل رهيب، بناي مطلوب بشكل رهيب، حداد، جباص، إلى آخره. كل الأمور الخاصة باليد العاملة، نجار أيضا، اليد العاملة مطلوبة، وإن عملتموها مثلا كتدريب مهني، عملتموها كأوس بيلدونغ وتكون عندك شهادة، يمكن أن تشتغل لحالك، يمكن أن تشتغل في أحد الشركات الكبرى، لن تندم ولن تكون البطالة. آخر شيء أيضا الكهربائي، المجال الكهربائي أو أن تشتغل في مجال الكهرباء مطلوب بشكل رائع ومطلوب بشكل رهيب في ألمانيا. الكهرباء مطلوب في كل دول العالم، لأنه لا شيء يشتغل من غير كهرباء، لا شيء في العالم يمر من غير كهرباء، الكل يحتاج إلى كهرباء. والكهرباء من عمل الكهرباء إما دراسة أو عملها كتدريب مهني لن يندم. هذه هي المجالات التي أنصح بها صراحة، مجالات فيها مستقبل. أي إذا كنت جديد في ألمانيا، في النمسا، في سويسرا، في السويد، أينما كنت، أو في بلدك، توجد في بلدك العربي، أينما كنت، اعمل هذه المجالات ولن تندم، وسيكون لك إن شاء الله، أو سيكون لك إن شاء الله مستقبل رائع. وإن كنت في الغربة ستحصل بسرعة على عمل، ستحصل بسرعة على إقامة دائمة، ويمكن أن تحصل أيضا على جنسية. أحبائي، أتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم وقد منحكم الفائدة. سوف أكون شاكرا إن قمتم بنشر الفيديو كي تعم الفائدة. وبالنسبة للمجالات الأدبية إلى آخره، سوف أتحدث مع كل من هو أدبي ما هي الأشياء الجيدة، وسأخبركم أيضا ما هي المجالات التي لا يجب أن تدرسوها أو تعملوا فيها تكوين مهني أو أي شيء، لأنها ضياع للوقت ومنتجة فقط للبطالة. لا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب، زر اللايك، وتتابع القناة كي لا يفوتك الجديد، أو كي لا يفوتك الجديد. وإن شاء الله سوف نتحدث عن كل مجال بالتفصيل الممل، وأين تجده، ما هو المرتب إلى آخره. ما عليكم فقط سوى المتابعة، وأن تكتب أسفل الفيديو ما هو المجال الذي ترغب بمعلومات عنه. أشكركم وإلى اللقاء أحبائي، مع السلامة إن شاء الله.